في تجربة هي الأولى من نوعها، اعتمدت جامعة حماة بطاقة إلكترونية للطلاب، وذلك تسهيلا لاستصدار الثبوتيات وتلافيا للتلف أو التزوير أو انتحال الشخصية. إنجاز جيد، وهي تمنح مرة واحدة للطالب في بداية السنة الأولى، ويتم التعديل عليها سنويا. لم نعد نحتاج إلى تعديل بطاقة أخرى كل عام ومصاريف أخرى كل عام. هي بطاقة واحدة يحصل عليها الطالب في بداية حياته الجامعية، وكل سنة نحدث هذه المعلومات الموجودة عليها. الجامعة نجحت في إنجاز الأتمتة الشاملة لجميع بياناتها منذ تاريخ التأسيس، الأمر الذي يسهل عمل الكوادر الوظيفية أيضا. نحن نزلنا كل بيانات الطلاب عبر البرنامج مؤتمت لجميع جامعة حماة. هلأ حاليا رح نصبح البطاقة الإلكترونية اللي عن طريقها نحن بنستعلم عن الطالب في أي جهاز كمبيوتر موجود عليه البرنامج، وكمان بنقدر نحن ناخذ من خلالها التفقد الإلكتروني، وهذا التفقد بيكون دقيق لأنه ما في تدخل بشري. هو الطالب مجرد ما نعطيه الكود تبعه هو مباشرة بيحطه حضور أو غياب. طبعا الأجهزة اللي خاصة نحن محملين بيانات الطلاب عندنا بيطلع عندك بيانات الطالب، فأنت ما أنك مضطر ترجع تشوف صفحاته الورقية أو ترجع تشتغل على السجلات الورقية. النقطة الثانية هي البطاقات الكرتونية اللي كانت تتلف بشكل دائم، اللي كانت تتمح مع الطالب، اللي كانت تفقد بياناتها، بينما هي بطاقة محتفظة بياناتها بشكل دائم. النقطة الثالثة الصورة المطبوعة طباعة اللي نحن محملينها بأساس البرنامج، فبأي لحظة نحن ممكن نرجع نتأكد من الطالب. جامعة حماة التي انطلقت عام 2014 نجحت في التقدم أكثر من 2000 مرتبة على مستوى العالم بحلول العام الجديد، محرزة المركز 11 على المستوى القطري. دائما أعضاء الهيئة التدريسية والدكاترة اللي بالكلية متواجدين بالفعاليات المختلفة للمجتمع، إما من خلال مع منظمة شبيبة الثورة، مع منظمة طلائع البعث، مع اتحاد طلبي. دائما في عنا محاضرات بالمركز الثقافي، يعني دائما النشاطات الكلية بتكون متنوعة. يذكر أن تجربة البطاقة الإلكترونية استهلت مع امتحانات 2022 التي بدأت منتصف الشهر الأول، وهي خطوة ضمن استراتيجية وضعت منذ التأسيس تتضمن رقمنة العمل، وتعتبر نتيجة لجهود استمرت لمدة سنتين.